هو الإنسان العاقل العقلاني دائما كيتكلم وكاين تيخدم العقل ديالو والحس النقدي. حنا ماشي انتقدنا اللجنه كلجنه، انتقدنا هذا الاختيار قبل ما نمشيو. كنا يعني كنتسائلوا واش غنمشيو ولا ما نمشيوش، لان المغرب عرف واحد العدد ديال اللجان اللي تخلقت وضعت تقارير اللي هي مهمه ولكن لم تعرف طريقها الى التطبيق مثلا. ثم انه تنعرفوا في التاريخ المغرب منذ الاستقلال كلما تأزمت الأوضاع كلما المؤسسة الملكية تخلق لجنة من أجل السيطرة على الأوضاع وليس لإيجاد الحلول، وهذا الشيء احنا عارفينه. وقلنا حتى اللجنة، قلنا الدولة لا بغات تخلق جو اللي هو جو اللي يمكن أن يساهم في انخراط شعبي واسع، لا في الاستثمار ولا في العمل ولا في هذا، خصها ترفع يديها على القمع وهذه المقاربة الأمنية القمعية وتطلق سراح المعتقلين وتحترم هذا الشباب وتدير أوراش بالفعل اللي يلقاو فيها الشباب الخدمه، وثانيا تضرب على يد المتلاعبين بالاموال العموميه. يعني احنا كنا ترددنا قبل ان نذهب، ولكننا بما اننا حاملي مشروع، باش ما يقولوش راه ما عندهم ما يقدموا، احنا عندنا ما نقدموا، عندنا مشروع. وكنقولوا مشينا اللجنه وقلنا لها بانه احنا يعني الاشخاص والشخصيات، يعني الشخصيات اللي هي في هذيك اللجنه محترمه، ولكن واش بيدها السلطه؟ يعني انه انا كنشوف بان احنا تنوصلوا لقمه العبث السياسي. كيف يعقل انه الحزب الاغلبي ياتي امام لجنه ليقدم مشروعه بدل ان يطبقه في ارض الواقع؟ يعني جا البي جي دي جا قدم اللجنه كذلك، الا عندك مشروع انت والحلفاء ديالك طبقوه في ارض الواقع، ماشي تجي تقول للجنه ها النموذج كيفاش كنشوفوه كيفاش كتشوفوه خصك تطبقوه، والا الا ما عندكش السلطه باش تطبقوه تخرج. حنا مشينا وقلنا لهم واكدنا بانه الا بغينا نديروا شي نموذج نموي في المغرب، هذا النموذج المدخل ديالو الاول هو اصلاح سياسي ودستوري، خصنا الفصل ديال السلطات باش تكون عندنا حكومات كتحكم. ثم انه المدخل الثاني هو اننا نحارب الفساد بلا تراجع باش نرجعوا الاموال المنهوبه، باش نحبسوا هذا المسلسل ديال العبث اللي ولات الناس كتدخل السياسه باش حتى هي تستفاد وتسطو على الاراضي وتاخذ الامتيازات، وجعل هادشي الشعب ما بقاش كيثق في السياسه. هذا حيت هذا هو المدخل من اجل اعاده تاهيل الفعل السياسي، باش يمكن لينا غدا الناس تشجع وتنخرط في السياسه الشريفه اللي عنوانها خدمه المصلحه العامه وليست خدمه المصالح الشخصيه. هذا باش يدخلوا هاد الشباب اللي هو متعلم ومتمرن وعنده ما يقول وعنده افكار جيده من اجل النهوض بالبلد ديالو. ثم قلنا لهم حذاري ثم حذاري من ضرب المداخل ديال تأسيس العدالة الاجتماعية في بلدنا اللي هما الصحة والتعليم. راه المغاربة مضرورين، ما بقاوش كيقراو مزيان، كنوصلوا أميين للجامعة، الخدمات الصحية وصلت لأدنى حد وما تتوصلش للجميع، فوارق اجتماعية كثيرة، فوارق مجالية كثيرة. احنا عطينا حلول في هذا المجال درنا مقترحات وقلنا لهم عندكم، احنا ما غاديش نمشيو نقول لهم هاش خاص يدار، خصنا نقول لهم وهذا من واجبنا ومسؤوليتنا نقول لهم كذلك، راه عندكم حتى انتم تكونوا جيتوا غير باش تعبدوا الطريق الانتخابات، قلتها لهم جيتوا باش تعبدوا الطريق الانتخابات ديال 2021 وتهدوا شويه الاوضاع في المغرب، وبعد ذلك تبقى دار حليمه على عادتها القديمه، وان الاحزاب الاداريه المرفوضه اللي رفضوها المغاربه وقالوا قالوا لا خصك ترحلي عاوتاني تعاود جينا بلباس اخر من اجل النهب. وهنا فين احنا ضد هذا الشيء ديال الاقصده ديال السياسه، يعني تكنوقراط اللي سميناهم بالريع وبالغياب يعني ديال المساءله، اننا نزيدوا نعطيوهم سلطه سياسيه باش يدافعوا على الطبقه ديالهم، في حين المغرب تقسم على جوج، واحد الطبقه رقيقه وقليله هي التي يعني استولت على كل الامتيازات وعلى الثروات ديال البلاد والخيرات ديالها. راه كاين واحد السيد في الجنوب عنده ارض قد بلجيكا غير ديالو بوحدو، وكاين اللي ما لقاش 40 متر يبني فيها الدار لوليداتو، سمحوا لي يعني السكن الغير لائق. المغاربه تضروا بزاف، والانتماء الوطن ماذا يعني؟ راه ماشي الوطن هو عبيد واسياد، الوطن هو مواطنات ومواطنين، كلنا خصنا نتمتعوا بالخيرات بلادنا، وخصنا نفكروا اذا كان شي حكومه تفكر ودوله عميقه كتفكر توزيع العادل للثروه. انا خصني المدرسه لاولادي، خصني الصحه لاولادي، خصني الطريق، خصني السكن، خصني انا ولدي وبنتي يقرا، خصو حتى هو يكون تباري على حسب يعني لا ميريتوكراسي، ماشي هو اولادهم كيجيو من مدارس عليا كيبداو بخمسة المليون ستة المليون كذا، وواحد الشباب اللي هما هادو بعدا كيف كيقول بوغ ديو، الشباب اللي جاي من اوساط اللي هي فقيره راه الصعوبات بمكان باش يوصل. وشكون كيوصل؟ ماشي بفضل الدوله اللي هي كتقول غير تساعد، حتى بدوصل اليوم كتقول كتساعد الاسر الامهات الاباء،
اللي كينقصوا الماكله ديالهم والصحه ديالهم باش يقريو وليداتهم اللي كيوصلوا في اخر المطاف ما كيلقاوش. اذا حنا في واحد المغرب اللي هو غير عادل، في فوارق مجاليه اجتماعيه ادت الى احتجاجات، هذه الاحتجاجات خاصنا نسمعوا لها، هذا هو النموذج، خاصنا نسمعوا الناس شنو بغات ونبنيو مغرب فيه عداله اجتماعيه ومجاليه باش يمكن لنا نتقدموا. هذا المغرب ما يمكن له الا يكون ديمقراطي، راه الديمقراطيه ما يمكنناش ناجلوها الى 1000 عام. انتقال الديمقراطي الابدي، حنا خصنا ننتقلوا الديمقراطيه، خصنا مؤسسات قويه، خصنا انتخابات حره ونزيهه. كيف يعقل الناس نزهاء ما كينجحوش كيجيبوا جوج البرلمانيين والاحزاب المصنوعه تجيب 100؟ كي داير هادشي فين عرفوهم المغاربه؟ يا كاينه الاميه الابجديه وكاينه الاميه السياسيه، وحنا اللي كنمشيو نوصلوا للقرى والمداشر وكذا وكيقول لك لا ما عندكم شيء وما تناخذوش يعني الامكانات الماديه. انتم تشوفوا هذا المقر هذا كيفاش داير، في واحد الحاله يرثى لها، ما قديناش تنصلحوه، ويعني يمكن نوجهوا نداء لبعض الشرفاء في هذا الوطن باش يعاونونا نصلحوا المقر، يعني على الاقل نشتغلوا في مقر نزيه، لاننا نشتغل من اجل المصلحه العامه باش المغرب يتقدم ويخرج يعني من هذه الازمه المركبه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.